نرحب بالحضور الكرام في لقاء التجمع القومي الديمقراطي، لقاء الاثنين مع الأستاذين الكريمين الأستاذ رضي كريم رضي مصطفى الأمين العام مساعد العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لعمال البحرين، والأستاذ علي صالح الكاتب الصحفي. في ندوة الحياة المعيشية للمواطن في ظل الإجراءات التقشفية وإلغاء الدعم، نرحب بالأستاذين ونترك الميكروفون لهم للدلو بدلوهم في هذا الموضوع. بدي قبل قال لك دلو أكبر، لا أتشرف عن نكون أكبر. نقابات العمال، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الاتحاد العام نقابات عمال البحرين نشكر الأخوة في هذا التجمع الوطني. طبعا الموضوع اللي راح نتناوله اليوم هو موضوع مهم، هو موضوع الساعة، وأنا اخترت أني أدخل إلى من باب رؤية البحرين 2030. لماذا؟ لأن رؤية البحرين 2030 أعلنها الملك في سنة 2008 في شهر أكتوبر 2008. معنى هذا أن احنا الآن يعني في 2018 راح يكون مرور عقد على هذه الرؤية، وهذه فرصة أن تكون جميع الأطراف البحرينية من تنظيمات سياسية، من تنظيمات سواء معارضة أو موالاة أو سواء منظمات نقابية وغيرها، توقف أمام هذا، أو حتى الحكومة يعني توقف أمام هذا العقد من الرؤية 2030، وترى ما أنجز منها وما لم ينجز، وما هي الطموحات التي وضعت في تلك الفترة لما اعتمدت هذه الرؤية. وأنا استلهمت التجربة اللي قامت بها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة في عام 2005 وضعت رؤية للعالم يسمونها أهداف الألفية، ميلينيوم ديفلوبمنت جول، الام دي جي. ثم في 2015 يعني بعد مرور 10 سنوات على هذا الام دي جي طلعوا بفكرة ان احنا لا ننتقل الان من الام دي جي الى الاس دي جي، سستينبل ديفلوبمنت جولز. ليش؟ لان وجدوا ان الاهداف يعني الاهداف الالفيه اللي وضعت استنفذت في هي 15 سنه عفوا من 2000 الى 2015 استنفذت، يعني استنفذت مشروعها، وبالتالي الان وضعوا الاس دي جي ويفترض انها تكون اجلها الى 2030، ومنها عده فروع. يعني من ضمن فروعها موضوع مهم جدا وهو ميثاق الهجره للعمال المهاجرين، وهو موضوع الان موضوع الساعة تقريبا في عالم العمل. يعني فمن هذه الفكرة أنا أعتقد أن اليوم البحرينيين بغض النظر عن الاستحقاقات السياسية ممكن أن يقفون أمام هذه الرؤية، لأنها التجربة الوحيدة في البحرين في الحقيقة اللي نقدر نقولها تجربة مضيئة، لأن لما وضعت الرؤية في عام 2008 كانت نتيجة مشاورات لم تجري في البحرين مشاورات مثلها. يعني في تلك الفترة كانت فترة نقدر نقول ذهبية ما مرت على البحرين مثلها. يعني جت الرؤية عبر حوارات كبيرة جدا ومتعددة مع منظمات المجتمع المدني، مع النقابات، مع داخل الحكومة، أيضا شاركت أطراف دولية في وضع هذه الرؤية. ويوم أعلنت الرؤية هذه في تقريبا النصف الثاني من أكتوبر كانت يعني كمشروع تكلم عنه الملك، ثم تكلم عنه ولي العهد، ثم تكلم عنه الوزراء كل فيما يخصه، ثم تكلم أيضا نائب ممكن الآن موجود الوثائق على بعض الصحف الوسط وغيرها لحسن الحظ يعني ما زالت موجودة، فبالإمكان واحد يرجع عليه، لأن طبعا هي أنت بس تكتب رؤية البحرين 2030 وراح تحصل دوكيومنت كبيرة جدا وفيها طموحات كيف كانت يجب أن تكون البحرين ونحن اليوم بعد مرور 10 سنوات.
طبعا هذه الرؤية لما وضعت كان في البداية في تشخيص للوضع. من أهم الأمور لهذه الرؤية أنها تم مناقشتها مع كافة صناع الرأي أو ما يسمونهم بالستيك هولدر، يعني ذوي الشأن وكافة القطاعات. الهدف الرئيسي الذي وضع لهذه الرؤية أن يكون مع 2030 يتضاعف دخل الأسرة البحرينية إلى الضعف، توفير الإطار القانوني الذي يوفر العدالة واستئصال الفساد، أن المملكة قطعت شوط كبير في مجال التنمية، وبالتالي عليها أن في عصر العولمة أن تقوم بتسريع هذه الجهود، يعني هي من ضمن الرؤية، بناء نظام تربوي يهدف إلى تنمية الإبداع وأخذ زمام المبادرة وروح القيادة في التعليم، تحقيق المعايير العالمية في التعليم، الانتقال بالاقتصاد من اقتصاد معتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد دايناميكي متجدد يتمتع بقوة نمو ذاتية وقادر على الاستمرار، أيضا التحول من هيمنة القطاع العام على الاقتصاد إلى القطاع الخاص، وطبعا كما نعلم هو من أبرز المظاهر الصحية للاقتصادات في العالم اليوم. كان يقدر عدد الذين يدخلون سوق العمل من الحاصلين على مؤهل جامعي في ذلك اليوم 4000 مواطن، وإذا ما استمرت التجارة الاقتصادية على وضعها فإن أعداد الوظائف وتنوعيتها لن تستطيع تلبية حجم الطلب. ويقدر عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص سنويا ويتجاوز راتبها الشهري 500 دينار بنحو 1100 فرصة عمل للبحرينيين وحوالي 2700 لغير البحرينيين آنئذ. وضعت هناك ثلاثة مبادئ أساسية، طبعا هناك مبادئ فرعية كثيرة ولكن هناك ثلاثة مبادئ أساسية. المبادئ الأساسية هي مترابطة تحقق جميع الطموحات، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة. الاستدامة اللي هي sustainability، وعلى أساس أن يكون في عام 2030 يتعين على القطاع الخاص أن يكون قادرا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار. طبعا سبق هذا 2008 سبقها كما تعلمون تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل في 2006، وتمكين أيضا كذراعين من الذرع المجلس التنمية الاقتصادية وذراعين مهمين لإصلاح سوق العمل، وقاموا على أساس يعني تارجت أنه جعل البحريني هو الخيار الأفضل للقطاع الخاص عبر آليتين. الآلية الأولى هي وضع رسوم على العمالة الأجنبية بما يجعل كلفة هذه العمالة أعلى، ويا زعم يعني يفترض نظريا أن يعني منديتد أن صاحب العمل راح يغير اتجاهه ويلجأ إلى العمالة الوطنية. والنقطة الثانية تحرير العمالة الأجنبية من شرط الكفالة الدائمة، وهما يسمى بالانتقال الحر، يعني أن صاحب العمل يكون عنده حرية الانتقال، وبالتالي ما تكون عنده ميزة أنه يحتفظ به صاحب العمل إلى الأبد ويحجر على حريته. إذن هذه الاستدامة التنافسية، قلنا الاستدامة هو المبدأ الأول، التنافسية وهي تحويل مملكة البحرين إلى مكان جذاب للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية كالتي تستهدفها البحرين، وتشكل الخدمات الحكومية ذات النوعية العالية والبنية التحتية والمناخ الاستثماري عناصر أساسية. العدالة، كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاما قيما للمجتمع، هي طبعا كلها من الرؤية أنا أقرأ لكم الآن، بشرط أن تتوفر له الوسائل وتتاح له الفرصة المناسبة. والعدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعني أيضا إعطاء الجميع فرصا متكافئة للحصول على التعليم والرعاية الصحية وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي. طيب خلال هذا العقد من 2008 إلى يعني هاي الإحصائية موجودة هنا لنهاية 2017 أو إلى نصف 2017، لأن ما حصلت التقرير، طبعا التقرير قوة العمل في البحرين يطلع بشكل ربع سنوي، لكن المتوفر الآن هو فقط إلى حد الربع الثاني من 2017، يعني ماضي إحنا ننتظر الربع الثالث من 2017 وننتظر الربع الرابع أيضا، لكن هو أيضا ذو دلالة. يعني في 2008 كان مجموع قوة العمل في البحرين 530 ألف عامل، في 2017 نهاية نص 2017 وصل مجموع قوة العمل إلى 767 ألف عامل.
البحرينيين في 2008 كانوا يشكلون 25% من قوة العمل بشكل عام. في 2017 وصلت نسبة البحرينيين إلى 19 إلى 20% من قوة العمل، يعني بانخفاض تقريبا 5 إلى 6%. الأجانب طبعا بالتالي نفس الزيادة راحت للأجانب، يعني كان الأجانب في 2008 يشكلون 75% واليوم يشكلون 80% من قوة العمل في البحرين أو 81% على حسب، يعني إذا سوى الأرقام ما خلناها ران فيجر، يعني يرتفع رقم ينزل رقم، بس أنا حاولت أخليها أرقام مصفرة. يعني القطاع الخاص، مجموع القطاع الخاص في 2008 كان 400,000، الآن القطاع الخاص وصل إلى 598,000. طبعا البحرين تتميز بظاهرة غير موجودة في دول الخليج كلها، أن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة البحرينية، يعني مو نسبة البحرينيين أكثر في القطاع الخاص، لكن نسبة البحرينيين مقارنة بالقطاع العام هي أكبر. يعني في القطاع الخاص البحرينيين يمثلون 85,000 من 400,000، يعني عددهم أكبر من القطاع، لأن القطاع الحكومي لا يتجاوز عدد العمالة أكثر من 50,000 بالكثير، يعني 50 إلى 55,000. يعني فإذا 85,000 طبعا، لكنهم في القطاع الخاص نفسه يشكلون فقط 21% من مجموع الأعمال، يعني الأجانب يشكلون حوالي في حدود 80 إلى 79%. ولكن هذا دليل أن البحرينيين يشتغلون في القطاع الخاص، يعني لو تروح أي دولة من دول الخليج ما تلاقي عدد عمال القطاع الخاص من المواطنين أكبر من عدد عمال القطاع العام، هي مو موجود في أي دولة من دول الخليج غير البحرين. هذا دليل أن البحرينيين ما يشاع عنهم أنهم، يعني رغم أن فيه طبعا وظائف الآن بدأ البحريني يستنكف منها، لكن ما زالت الأمور، يعني ما زال البحرينيين هم يتجاوزون يعني نظرائهم الخليجيين. الأجانب في القطاع الخاص في عام 2008 كانوا 315,000 بما يشكل 79%. الأجانب في القطاع الخاص اليوم في البحرين 496,000 بما يشكل 82%، يعني 18% فقط للبحرينيين و 82% للأجانب من القطاع الخاص. أما في الكلية العمالة الكلية البحرينيين يشكلون 20-19% و 80% للأجانب. معدل أجور البحرينيين في 2008 341 دينار. معدل أجور البحرينيين اليوم حسب الـMRA 582 دينار. طبعاً المعدل الأجور يشمل العمال في القطاعين الخاص والعام. في القطاع الخاص أكيد طبعاً قد ترتفع النسبة شوي أو تقل. يعني الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو ما يعرف بمؤشر التضخم في ألف، هذا يحسب النقاط، يعني أسعار المستهلك للسلع والخدمات الأساسية في 2008 كان 104 نقطة، وفي 2017 130 نقطة. بالنسبة للبحرينيين، يعني هل هناك بحرينيين تحت خط الفقر؟ الأمر كله يعتمد على ما هو خط الفقر الذي نحن نراه. بالنسبة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي قدرت أن خط الفقر في البحرين 377 دينار. طبعا هالكلام قبل ما تطلع الآن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الضريبة الانتقائية اللي هي على المشروبات الغازية والسجائر ومشروبات الطاقة، والضريبة الإضافية كما نعلم يفترض يعني أنها راح تطبق في شهر 10. ف577 دينار هذا اللي وضعته وزارة التنمية هي بالأحرى وليس العمل، لأنها الآن الشق التنمية من وزارة العمل. عدد الأسر التي تتقاضى هذا الدخل وتحصل على مساعدات الضمان الاجتماعي هي 15,354 أسرة،
كلفة المساعدات التي تقدم لهذه الأسر 51 مليون و 2620 ألف دينار. لكن في خبير مهم طبعا من خبراء البحرين مهمين وهو الدكتور أكبر جعفري في 2017 أعتقد أو يمكن 2016 الآن مو متأكد متى يعني يمكن 2017 هو وضع خط فقر للفرد الواحد لكي يعيش يعني في البحرين معيشة لائقة 188 دينار للفرد. وقال نحن وجدنا أن أي واحد يتقاضى أقل من 88 دينار كفرد ما يقدر يعيش معيشة لائقة في البحرين. ووضع خط فقر للأسرة 800 دينار. وحسب إحصائيته طبعا هي إحصائيات تختلف عن إحصائيات الحكومة بس أنا ما أدري كيف هو وصل له الإحصائيات لأن يعني من الصعب طبعا توصل لإحصائيات إذا ما كنت أنت عندك تتلقى البيانات. يعني الحين الحكومة كيف تقوم بالإحصائيات؟ الحكومة تقوم بالإحصائيات لأن العاطلين يروحون عندها لأن الرواتب تدخل في التأمينات وعندها. بس هو يعني هو وضع إحصائيات أن نصف البحرينيين تقل رواتبهم يعني نصف البحرينيين رواتبهم بين 200 إلى 400 دينار فقط. وبالتالي هو استنتج من هذا الشيء أن أكثر من نصف البحرينيين يعيشون تحت خط الفقر لأنه خط الفقر بالنسبة إلى في البحرين للأسرة لازم يكون 800 دينار. طبعا هذا الكلام كله قبل أن تطلع ضريبة القيمة المضافة. وضريبة القيمة المضافة كما نعلم وهي الآن حديث الساعة اليوم هي نوع من أنواع الضرائب الموجودة عالميا. يعني طبعا هي ضريبة طلعت في فرنسا في الخمسينات اقترح واحد فرنسي نسيت اسمه اسم الأول موريس اسم الثاني ما أتذكر شنو. فهذه الضريبة تفرض على سلع معينة ودائما من يتحمل هذه الضريبة هو ما يعرف بالإنديوزر هو المستهلك لأنها تفرض على كل سلعة يعني تضاف على يعني طبعا كما نعلم احنا نعرف ان لكل سلعة في قيمة الأصلية اللي هي قيمة السلعة نفسها ثم تضاف إليها ما قيمة العمل أو قيمة المنتجات الأخرى التي تدخل فيها وترتفع قيمة السلعة نتيجة هذه الأمور يعني نتيجة العمل أولا ونتيجة السلع الأخرى التي تدخل في تكوينها. الضريبة المضافة هي تأتي على هذه الإضافة على هذه الإضافة التي يعني على الفارق بين القيمة الأصلية للسلعة وبين القيمة النهائية للسلعة. وبالتالي يدفعها كل مشتري لكن في النهاية المستهلك كله راح يدفع 5% أو 4.5% حسب كل دولة. يعني طبعا بعض الدول الآن حددت أولا مثل المملكة العربية السعودية ومثل الإمارات خلوا على الويب سايت وحطوا أيضا أبليكيشن تطبيق على الموبايل يقدر كل مواطن يحمله ويدخل على موقع ويعرف شنو الضريبة هذه. طبعا البحرين لحد الآن أنا ما شفت يعني أحد اللهم إلا كي بي جي أم فخره وهي شيء من عندهم هم يعني ما في شيء حكومي لحد الآن طلع يراوينا ما هي ضريبة القيمة المضافة وهي يحتاج لشرح. يعني صح إحنا الآن ممكن واحد يدخل على الويكيبيديا ويحصل أطنان من المعلومات لكن لما تدخل الأمور الخاصة بكل دولة وكيف راح يصير التأثير وكيف راح يسترجعون كل هذين ما يدفعون من ضرائب إلا المستهلك ما راح يسترجع أي شيء. يعني كل هذين اللي راح يدفعون الضرائب إلى أن تصل للمستهلك راح يدفعون الضريبة هذا لكن راح تعود إليهم مرة ثانية إلا المستهلك الأخير ما راح يرجع لأي شيء. وهذا يحتاج إلى شرح للمستهلك وأنا أعتقد يعني بحاجة أن الحكومة تقوم بهذه المهمة. طبعا بعد ما تطبق ضريبة الإضافة ضريبة الفات في شهر أكتوبر بالتأكيد إحنا بحاجة لإحصائيات جديدة ومقاربة جديدة مختلفة كليا ولكن نفترض المقاربة هي تقوم من الآن. يعني لازم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين يقومون بمسح ووضع يعني افتراضات وما هي الزيادة في السلع راح تكون علشان نوصل إلى خلاصات. وأكيد كل هالإحصائيات اللي أمامنا راح تتغير وحتى خط الفقر راح يتحرك يعني لأن راح يصير أعباء إضافية على الأسر وعلى الأفراد. الآن ما هي وأنا أختم هذه الشريحة قبل أعطي الأستاذ علي كي يكون الجزء الآخر من الندوة. ما هي المقترحات لمواجهة هذه الاستحاخات؟ يعني أنا أعتقد أن في البحرين اليوم
من أصعب الأمور في الحقيقة مو الضريبة ولا يعني الغلاء ولا الأصعب الأمور إن نحن ما نقدر نقول شيء عن هذا الموضوع، إن نحن ما نقدر نتكلم. يعني التوانسة الآن يعني قد يختلف الواحد معهم أو يتفق أنهم يعني ربما مستعجلين على قطع ثمار الثورة أو كذا، يعني مثل ما أقول الرئيس التونسي أريد منكم الصبر والتواضع والانتظار لأن تونس بلد، لكن الناس تطلع وتعبر عن رأيها. إحنا هذا يعني أنا أتكلم عن أعمال جماهيرية طبعاً للتأكيد، الحين متاح الآن يكتب في التويتر الواحد ويكتب ويغرد عن الفات ويكتب، يعني ما زال في البحرين مساحة في الكلام عن الاقتصاد، كل ما ابتعد عن السياسة ما زال في مساحة، يعني ما حد يعني ما حد يكتر ذبك فيها يعني. لكن أنا أتكلم عن عمل جماهيري، أتكلم عن مثلاً ما أقول أخذ الشارع والخروج بموقف، كل هذا غير ممكن وهذا صعب جدا، لأن إحنا في مثلا على الاتحاد العام آخر مسيرة صارت وكانت مسيرة الاتحاد العام من المسيرات اللي ما فيها مشاكل، يعني كانت الشرطة تجيب قدام، والأخ الأستاذ محمد كان يعرف يعني كانت تجيب قدام وتجيب ورا وإحنا نحمل أعلامنا ما كان في أي مشكلة يعني، ولا سنة صارت مشكلة واحدة ولا سنة. بس الآن إحنا من 2014 لليوم المسيرة هذه منعت، وهي كانت المسيرة الوحيدة التي تعبر عن الشأن الاقتصادي والشأن العمالي. لكن ما لا يدرك كله لا يترك، أو ما لا يدرك جله لا يترك كله، يعني أعتقد أن المجتمع المدني مطلوب منا اليوم أن نقوم بدراسات، لأن المعلومات اللي نجمعها من الإنترنت ومنه مني معلومات غير كافية، والدليل إحنا قدام تجربة أكبر جعفري هو كدارس فرد قدر يعني يعارض دراسات الأطراف الحكومية ويحط أرقامه، بالتالي إحنا بحاجة إلى دراسة حقيقية للوضع. طبعا مهم أخذ موقف، لكن المعرفة تسبق المواقف، لازم يكون في نوليدج. يعني إحنا ممكن نأخذ موقف إحنا ضد الفات وضد، بس بدون ما يكون في معرفة، بدون ما يكون في إحنا لما نجي نقدم تقاريرنا إلى العالم ولأنفسنا أيضا نقدم شيء علمي، يعني لأن العلم هو يعني أهم الأمور. فنقترح حين يكون في دراسة من الاتحاد العام ومنظمات المجتمع المدني إلى بيوت خبرة أو الأشخاص خبراء يقدمون شيء يعني ذو قيمة في هالموضوع. هناك أيضا الاتحاد العام الآن اليوم كنا نناقش هذا الموضوع وفي نية لعقد مؤتمر بين شهر فبراير ومارس، مؤتمر على المستوى الوطني حول هذا الموضوع، حول موضوع الضريبة، على غرار مؤتمر الأجور اللي عقدناه في 2008، بحيث نرفع توصيات هذا المؤتمر للقيادة السياسية، وأيضا نرفع يكون مشترك المجتمع المدني معنا في هذا المؤتمر. عقد فعاليات مشتركة أيضا ممكن توصل فيها المرئيات للسلطة التشريعية وأيضا بمجلسيها يعني، ووضع دراسات لخيارات الاقتصاد الاجتماعي. يعني منظمة العمل الدولي عفوا العربية في آخر مؤتمر عملوا جدا يعني فقرة مهمة كانت من المؤتمر هي الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي، وهم يعني وأنا أعتقد الخبراء العرب الذين وضعوا هذه الرؤية هم يرون أن في المستقبل راح يكون الاقتصاد الاجتماعي جدا مهم أن يكون بموازاة اقتصاد السوق. والاقتصاد الاجتماعي معناته الاقتصاد الذي يقوم به المجتمع، معناته العودة إلى الجمعيات الاستهلاكية، العودة إلى الأنشطة التي تقوم بها جماعات معينة وتضع بدائل أخرى للمواطن من أجل أن يعيش في ظل هذه الظروف. وشكرا لصائكم.